إحدى زوجاتي لها ابن مريض بالشلل وعمره 4 سنوات ويعطى العلاج الخاص باستمرار. قامت والدته صباح ذات يوم فوجدته قد توفي، وقد اعتادت بعد أن ترضعه قبل النوم أن تضعه على بطنه، فهي الآن متشككة وتقول ربما يكون ذلك سببا في وفاته، فبماذا توجهونها الآن؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت كما ورد في السؤال أنها وضعته على بطنه وتركته ومات بسبب ذلك، فإنه يكون عليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد إنها تصوم شهرين متتابعين لأنها متسببة في وفاته حيث تركته على وجهه مما سبب اختناقه. تقول إنها متشككة فقط، الشك لا يثبت به شيء، لكن إذا كان يغلب على ظنها أو متيقنة أنها تركته على وجهه ومات بسبب ذلك فإنها تكون مفرطة، وبالتالي تجب عليها الكفارة كما ذكرنا، لأن هذا يعتبر من التسبب في قتله وهو من الخطأ. الله تعالى أوجب على من قتل مؤمنا خطأ الكفارة. جزاكم الله خيرا.